بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الكرام. ربنا علمنا كيف نفشي السلام، وعلمنا كيف ندعو لأنفسنا ولغيرنا بالخير والتمام. آمين يا رحمن. أما بعد، السلام عليكم ورحمة من الله وبركاته ورضا. ننتقل إلى الآية الخامسة. فقد كذبوا بالحق، أي حكم الله، وقال في الآية الأولى: ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. في الآية الرابعة: إلا كانوا عنها معرضين. فقد كذبوا بهذه الحقيقة القدير كلها، فقد كذبوا بالحق الذي نزل محمد عليه الصلاة والسلام، وبالحق أنزلناه، وبالحق نزل. فقد كذبوا بالحق لما جاءهم، فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. هو تكذيب عبر التاريخ البشري من وقت سيدنا آدم عليه السلام هو النبي الأول في التاريخ، وفما ابن قابيل كذبه من حيث كونه اخترق قانون الله وسولت له نفسه أن يقتل أخاه بغير حق. قال شنو؟ قال شبيه يا ربي يتقبل منه ما يتقبلش مني. خي ربي يعرف شكون قدم القربان هذاك بصدق ومن وراء ذلك يتقرب الى الله، ومن يحب يمثل، وما اكثر تم الممثلين عبر التاريخ. وبعد جاء سيدنا ادريس عليه السلام وكذب، وبعد جاء سيدنا نوح عليه السلام وكذب. ورينا خاصة في قصة سيدنا نوح عليه السلام كيف كان عاقبة المكذبين، كانوا من المغرقين والله لا يظلم أحدا. وكنا الموت الغرق من أصعب ما يعانيه صاحبها، تلك الموت. فقد كذبوا بالحق لما جاءهم، فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. فش يجي الخبر اللي انت استهزأت به وذكر في القرآن أو في الإنجيل أو في الزبور أو في التوراة وغيره، في ألواح سيدنا نوح عليه السلام، سيدنا إبراهيم عليه السلام، سيدنا موسى كذلك عليه السلام، هذاك سيأتيكم ملا وأنتم مورطين في تكذيبكم تلك الرسالات. نعاود: فقد كذبوا بالحق لما جاءهم، فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. معاش النباء العاجل غاديك القاضي عليكم، ما عادش فما ضحك. هذا ربي يقول: فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا، وحيل بينهم وبين ما يشتهون، وتقطعت بهم الأسباب. مصائب كبيرة مشتاوت عليكم يا كفار ويا منافقين يا ملحدين. نسأل الله حسن الختام.